فكما أن دين الميت يقضى فدين الله عز وجل أحق بالقضاء. ولكن لو أن الإنسان لو أن ميتا مات وعليه ديون لله عز وجل وعليه ديون للآدميين، ديون لله مثل كفارات ونحوها وديون للآدميين، فهل يقدم دين الله أو يقدم دين الآدمي؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنهما يتحاصان، فلا نقدم هذا ولا هذا، بل يقسم ما خلفه الميت على هذه الديون التي لله والتي للآدمي. وطريق القسم أن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل دين بمثل تلك النسبة. فلو أن شخصاً مات وعليه دين لله عز وجل 4000، وعليه دين للآدمي 8000، الجميع كم؟ الجميع 12، ولم يخلف سوى 6000، نعم لم يخلف سوى 4000، حينئذ ننسب الموجودة 4 إلى المطلوب وهو 12، ونعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. انسب 4 إلى 12 ثلث، فأعطي كل واحد ثلث حقه، فدين الله الذي هو 4000 ثلثه كم؟ يأخذ الثلث، ودين الآدمي يأخذ الثلث، إذن يتحصان، فدين الله عز وجل يقضى كما يقضى دين الميت. نعم.